ممكن التغيير إذا كانت يعني النوايا صادقة وهبة للمجتمع في جميع محافظات العراق لكي نغير ونساهم في التغيير لهذا البلد. طيب، هناك المرشحين من بدأ يشتري بطاقات الناخبين، هل لأنه لا يمتلك أصوات وينتظر أن يحصد آلاف الأصوات ومقعد في مجلس المحافظة؟ والله أنا أعتبر هذا هو جزء من الإفلاس السياسي وعدم القدرة على تقديم شيء للمجتمع فيضطر إلى هذه الأساليب الرخيصة. طيب ليش المواطن يضطر إلى بيع بطاقته الانتخابية؟ قلة الإدراك والعجز الذي يمتلك كثير من الناس وضعف الحال المادية، وهذا ليس مبرر لبيع البطاقات الانتخابية. طيب دكتور، كل انتخابات تبرز الأقلية هي اللي تساهم في المشاركة بالانتخابات وتنتخب مرشح للأحزاب، بينما الأغلبية الصامتة تبقى صامتة. هؤلاء الأقلية دائما يعرفون ماذا يفعلون، فتجد أنه يعرفون مكاسب التواصل مع العملية السياسية والانتخابية. أما الأغلبية الصامتة أثبتت الأيام أنهم ليسوا على حق، كون صمتهم يؤدي إلى خسارة المدينة لكثير من أفعالها التي يجب أن تكون عليها. أنا أعتقد أنه التغيير مطلوب، ويجب على هذه الأغلبية الصامتة أن تدخل للعملية السياسية بثقلها المعروف على الساحة، وذلك لتغيير الحال وواقع الحال في مدينتنا العزيزة محافظتنا الموصل ونينوى الحبيبة.